كاين الله يسمح له صافي. كنقول لك انا مثلا الا كانت الدوله دوله اخي سعد ما كنضلكش انا، فهمني فهمتيني ولا فهمتينيش؟ كنقول لك مثلا لكن هذا الجندي حق يقاتل في الحدود، اذا هذا الجندي كان خصو يتكرم بعدك جنازه عسكريه. يستاهل واحد التشريف مثلا، واحد الشريف غير نزل له، كمواطن مدفون كجندي مات زعما ايوه قاوم تنزل له، وما متعرف. تنزل له على لا لا تنزل له على الصندوق ديالو الرايه المغرب، وتجيب المراه ديالو وتعطي له الرايه ولا يماه، وقد تما مات على بين قوسين على الوطن. ثم حتى ديك بس الجندي مسكين اللي خي تما الزعيم، بغيت كتفنوا. نقاطعك واحد 5 ثواني. 30,000 جندي نصهم كاتبين لهم باللي مات بعقرب، مات بلفعة، هما راه ماتوا في المقاومة. هما الجماجي مسيبين فوق الرمل، الجماجي مسيبين فوق الرمل، كيكتبوا راه خلاهم تما ما قدر. كيقولوا لوالديه، كيقولوا لوالديه ايوا البقاء لله، راه ولدك عضات واحد العقرب، هو كان نعس في الحرس، كان كيعس في واحد تكنه وراه عضاته عقرب، هو راه مات. تفضل السعيد، تفضل تفضل كمل. والمشكل وباش نعطي واحد النقطة هنايا، دابا المغرب سلم بالصحراء الغربية، عاود تيديكم قال لك الصحراء الشرقية، عاود من بعد يقول لكم الحدود الحق انا السنغال. اذا حنايا عمرنا نزيدوا القدامى، نبقاو تابعين غير هاد الحدود هاد، خصنا واقيلا من بعد في المستقبل نرجعوا حتى الاندلس، واقيلا نمشيو حتى الاندلس نجيبوه. يجبدوا هذه الخريطه من 1912 فين كانت سلطنه فاس، هي راه درتها لهم في البروفيل، يجبدوها. يكذبني العلويين، يكذبوني في كانوا كيحكموا جمهوريه الريف وجمهوريه الصحراء الغربيه، يورونا التاريخ ديالهم المزور العلويين. هادو يا اخي هادو عندهم الشماعات الحدود الحقه، الشعب المغربي شبعان خبز واتاي، ودابا كملوا له سالوا له مع الماء، والشعب اللي كتهضر معاه كيقول لك الوحده الترابيه. اش من وحده محمد؟ محمد اش من وحده؟ اش من وحده؟ انت ما شفتي شي، ما شفتي والو من الربيع والويدان والانهار والجبال ها والبحر، ما شي منهم والو، عاد كتشوف لي مرمل والله ما تشوف شي حزق، اقسم بالله الخيط اللي برا والله ما تجبرهم في الطبيب، نقولها لك انا. وتحياتي الاخوان، وانا نخليكم، انا غير طلعت نشارك معكم وسالم. ربي تحياتي يحفظك الاخ خويا الزعيم، ربي تحياتي يحفظك، شكرا لك على المشاركه، ربي يحفظك وقل خويا. شو عند شنقريحه بالقطيب الزيتون والقران، فهمتيني؟ نمشيو نرجعوا الشرقيه، ومن بعد عاودوا النار السنغال، ومن بعد عاودوا النار السنغال، من بعد ندوروا للاندلس، من بعد نطلعوا للاندلس، رجعوا الامجد ديالنا الطارق بن زياد، رجعوا بالمسيره، رجعوا بالمسيره. لا قوة اقتصادية، لا قوة سياسية، لا دبلوماسية، لا عسكرية، وباغيين يسترجعوا الأراضي، ما نعرف حتى الناس هبل، أقسم بالله. تحياتي خوتي، ربي يحفظك خويا الزعيم، تحياتي يا مرضي، الله يحفظك، ربي يحفظك، الله الزعيم. سمعوا العسكر المغربي شنو كيوقع عليه في الصحراء الغربية، سمعوا العسكر المغربي اللي كتخسر عليه الملايير ديال الفلوس شنو كيوقع ليه، كيفاش كتكون النهايه ديال العسكري المغربي في الصحراء الغربيه. سمعوا مزيان، حل ودنيك وسمع يا العياشي شنو غيوقع لك. ديال الجنود الطيارين ديال باراشوت كانوا ماتوا في الصحراء وجابوهم عملوا لهم جنازه، ولكن ما قالوش بانهم ماتوا في الصحراء، علنوا بانها حادث في التدريبات، ما تيصرحوش بالموت ديال الجنود. كاين بزاف ديال الجنود اللي ماتوا، جنازه ديال كاين فيديو اخر، كاين فيديو اخر. سمع سلام سلام، كيفك؟ كيفك انتي بخير؟ شوفي اختي، انا كنت نهضر مع هاد الاخ اللي كيقول لك الناس ما كن... خويا كنا حنا مغاربه حرام وكندافعوا على ارضنا بالصح، خويا كندافع على ارضنا بالصح، انا خويا راه مات في الحدود. قالت لك اختي اسمعي، كنا حنا دابا مغاربه بالصح، بالصح كتقول انت يا سيدي، حنا اللي كانوا عندنا ارض ديالنا يا سيدي، راه الشهداء ديالنا يخرجوهم، الجنود ديالهم يخرجوهم، والشهداء عنهم راه مات على الارض ديالهم، باش يجيبوا لينا الجود صح دابا ويقولوا لينا اسيدي لا سكتوا. اسمعني انا، اسمعني كنهضر معاك من المحمدي، انا ما خايفه منك المحمدي. اوكي
سمعتيني؟ ولكن احنا كنهضروا على البلاد ديالنا بصح بصح اخويا وكتقول الجند ديالنا باش تعرف يقمع مرا كتقول كلمة الحق خوها مات كيقمعها وي مات ليها اخوها مات ليها اخوها وما عرفش به النظام المغربي قالوا لي ها هو سكتي ما تهضريش قالوا لها سكتي ما تهضريش ما تقوليش بلي راه مات باش تعرف بان النظام المغربي بالنسبه ليه الجنود والعسكر مجرد بياضق كيخدم بهم مات مغربي مات عسكري مات كلب ما كيتسوقش ليه مات كلب